13 سنه بقى في الشغل شلناها. بعد كده ابنها رجع القاهره وعارفه ان مريض سرطان ما جاتش سرطته ولا مره. ادي امي وادي ابويا وادي مراتي كله بقى ربنا. مراتي قالت لي مش هراعي حد مريض سرطان، انا عايز اعيش حياتي براحتي. ابويا خد فلوسي وما بقاش يسال عليا، وامي لما عرفت بمرضي ما كلفتش نفسها تزورني او تسال عني. نفسي اتعالج واخف واللي جاي يعوضني عن اللي فات. قصة مأساوية لشاب اسمه محمد متجوز وقاعد في اسكندرية، ووالده ووالدته عايشين بس منفصلين، وكل واحد عايش حياته في القاهرة. محمد صحته خانته وربنا ابتلاه بالسرطان. بعد ما كان بطل كمال أجسام ولعب في نادي اتحاد الشرطة الرياضي، حياة محمد اتقلبت من شهر 3 اللي فات لما حصل له نزيف واكتشف انه عنده ورم خبيث وان المرض في حالة متأخرة، ومع الوقت ما بقاش لقادر يقعد او يمشي او حتى ينام، وصرف كل اللي معاه على العلاج والتحاليل والإشعاعات والعمليات. محمد بعد ما جاله المرض، مراته اللي متجوزها من 7 سنين وكان معيشها في سعادة بتحكي وتتحاكى بيها، اتخلت عنه وسابته في عز مرضه، وكان تبريرها انها مش هتقدر تراعي حد مريض سرطان، وخصوصا بعد ما عمل عملية تحويل مسار دائم، وانها عايزة تعيش حياتها براحتها. محمد بعد ما انفصل وفلوسه خلصت على مرضه، ساب اسكندرية ورجع على القاهرة عشان يتعالج على نفقة الدولة. ووقتها كلم ابوه وامه اللي ما شافهمش بقاله 13 سنة، وانهم اكيد لما يعرفوا بظروفه هيفضلوا معاه ومش هيسيبوه زي مراته. لكن للأسف سواء والد أو والدة محمد ما اختلفوش كتير عن مراته. البداية كانت بوالده اللي خد كل فلوسه بعد فترة من الذل اللي عاشها معاه ومع مراته اللي كانت بتعامل محمد بأسوأ، وبعدها سابه وما بقاش يسأل عليه ولو برن التليفون. محمد ما بقاش قدامه غير انه يكلم والدته، واللي أكيد لما يكلمها مش هيهون عليها وهتجري عليه باعتبارها فطرة أي أم، لكن ده ما حصلش، ووالدته ما كلفتش نفسها تزوره أو حتى تكلمه. محمد بعد أهله ما بقاش ليه غير ربنا وشوية ناس ولاد حلال بيسألوا عليه. محمد قال إنه نفسه يتعالج ويخف ويعيش في مكان آدمي يحسن من نفسيته، لأنه حالياً عايش في شقة مفروشة بالإيجار غير مؤهلة ومليانة حشرات. محمد في الوقت الحالي عايش على أمل واحد إنه يخف وربنا يعوضه عن اللي فات، واللي جاي من حياته يكون أحسن. قول لنا أنت في التعليقات شايف تصرف والد ووالدة وزوجة محمد عامل معاه ازاي؟